السؤال الثاني لاخت ام احمد دكتور عن مساله انها بتكرر يعني الصلاه يوميا، بتكرر قراءه سوره البقره في قيام الليل، فهل تكرار نفس الايات كل يوم عليه فيه مشكله؟ لا، ده انا يعني انا اثني ويعني اعزز تلاوه اختنا الكريمه ام احمد سوره البقره، وهي وصيتي لكل المسلمين في علم الله عز وجل. وصيتي هو لكل المسلمين في علم الله عز وجل يسمعون الان اثناء البث المباشر او يسمعون حلقه مسجله، المحافظه على تلاوه سورتي البقره وال عمران. فيهما فضل خاص سوره البقره وسوره ال عمران. سماهم الرسول عليه الصلاه والسلام الزهروان، والرسول عليه الصلاه والسلام قال انهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما سحابتان، تظلان صاحبهما، تحاجان عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. سورة البقرة وسورة آل عمران بالذات. طبعا القرآن الكريم 6236 آية بالعد الكوفي، 114 سورة، 30 جزءا، 60 حزبا، 240 38 ب 240، 240 ربع. يعني في بعض السور وبعض الآيات ورد فيها فضل، فسورة البقرة وآل عمران ورد فيها ما فضل. الرسول قال عن البقرة بالذات إن أخذها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، لا يستطيعها البطل أي السحر. يعني الأخت الكريمة أم أحمد جزاها الله خيرا وأمثلة من أخواتنا، يعني من هؤلاء يعني نوارة البيوت، الجدات في البيوت دي لما يحافظنا على سورة البقرة بتبعد سورة البقرة الشيطان عن البيوت. ففي الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر من البيت تقرأ سورة البقرة قراءة هي، لكن ما تجيبش تسجيل ونسيبه يتلو محدش. لا، أنا أقرأ أنا بنفسي، أنا شخصيا، الزوجة تقرأ، الأخت تقرأ، المرأة تقرأ، الولد يقرأ وكذا، ومعها سورة آل عمران. وبعدين سورة الآية فيهما فيها آية سيرت آية القرآن الكريم كله، آية الكرسي. آية الكرسي دي اللي يقرأها في الليل عندما يؤول فراشه، يحفظه الله في ماله وأهله وولده حتى يصبح، وإذا قرأها صباحا حفظه الله في ماله ونفسه وأهله حتى يمسي. والآيتان الأخيرتان من السورة، من أول آمن رسول إلى آخر السورة، هاتان الآيتان في الحديث الصحيح من قرأهما في ليلة كفتاه. لمن أنه يقول كفتاه السوء، يقول أيضا كفتاه من قيام الليل كله، كفتاه من قيام الليل كله. يعني أختنا اللي سألت السؤال السابق اللي هي يعني ما ملك، أخذت الدواء وبعدين نامت حتى ضاع عليها صلاة الشفع والوتر، لو قرأت في أول الليل كل ليلة الآيتين الأخيرتين دول، آمن رسوله منزل من ربي إلى آخر الآية وانصرنا على قوم الكافرين، تكفيها من قيام الليل كله إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. فتحافظ عليها سواء قرأت سورة البقرة أو آل عمران، قرأتها في صلواتها أو قرأتها بدون صلاة، قرأتها عن غيب أو قرأتها في المصحف أو قرأتها في الجوال، في الجوال إذا كانت منزلة على الجوال معها، إذا كانت منزلة على الجوال معها القرآن الكريم. يبقى قراءة عن غيب أو قراءة في المصحف، مصحف ورقي أو قراءة في مصحف إلكتروني، في الصلاة أو خارج الصلاة لا بأس بذلك كل إن شاء الله سبحانه وتعالى.